مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى صدى اقلام جديد، حيث نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقيه والعربيه والعالميه، ولكن بعد جوله في اهم العناوين. نقرا في المدى: سائرون تقول ان الكتل الشيعيه اتفقت على اختيار الدوائر الانتخابيه المتوسطه. ما في الزمان فنقرا عن البرلمان الذي يدعو إلى جلسة خاصة عقب اتفاق سياسي على تمرير قانون الانتخابات. في عربي 21، الكاظمي بصدد تشكيل حزب سياسي لخوض الانتخابات. في القدس العربي، جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم قاعة أفراح شمالي الضفة الغربية المحتلة. في العربي الجديد، السعودية تسمح تدريجيا بأداء العمرة بدءا من 4 أكتوبر. في العرب اللندنية، شبح الانهيار يلاحق لبنان بسبب بطء تشكيل الحكومة. العنوان الأخير من ألترا عراق، وفيه اقتحام متأخر وتحريض ولائي، أين أخفت الفصائل سجادة العراقي؟ والبداية بهذا المقال المنشور في صحيفة الزمان، ويقول كاتبه: لابد من القول أن العديد من الفاسدين الذين نهبوا خيرات العراق هم أحرار لن تطالهم يد القضاء والقانون. وهناك إخفاق متعمد من قبل الحكومات التي توالت على الحكم بعد 2003 باعتقال المسؤولين عن الفساد بعد إصدار أوامر قضائية بحقهم. عن مكافحة الفساد من العراق كتب مظفر عبد العال في صحيفة الزمان، نتابع جزءا من مقاله. موضوعة الفساد في العراق قضية كبيرة تحتاج إلى تدبر وأفعال كبيرة تساويها في الوزن وتفوقها وتعاكسها بالاتجاه، كي تجرها إلى ما تستحق من الحساب والعقاب من قبل الناس الذين اكتووا بنار الظالمين الفاسدين. وربما سائل يسأل من غير العراقيين، كون العراقيين يتفهمون أوضاعهم، إذ يتساءل غيرهم من العرب الذين كانوا يعدونهم قدوة لهم، هل وصل الأمر إلى هذا الحال بحيث استفحلت هذه الحالة في بلد مشهود الله بالصدق والنزاهة والغيرة؟ فالعراقي غيور على أهله، يبذل الغالي والنفيس من أجل إسعادهم وتأمين الحياة الحرة الكريمة لهم. وظاهرة الفساد ظلت غريبة على العراقيين، ولم تظهر إلا بعد الاحتلال، ووصل الأمر إلى أن يعتبر العراق من أعلى دول العالم في معدلات الفساد المالي والإداري. وانتشرت هذه الظاهرة السيئة في مختلف المرافق الإدارية في العراق، وللأسف أصبحت تهمة الفساد تلاحق كبار المسؤولين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وانعدمت ثقة الناس بالدولة، مما ألحق الضرر بالخدمات وتدهورت البنى التحتية لقطاعات الإنتاج. ومن المؤشرات التي بيد الشعب على الفاسدين هي العقود الوهمية، والتي تقدر الأموال التي أهدرت عليها ما يقدر ب 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية على الورق فقط. يتابع مظفر عبد العال: السؤال المهم هنا، هل تستطيع حكومة الكاظمي لجمع حيتان الفساد والقصاص منهم واسترجاع حقوق الشعب وأمواله التي ضيعوها هؤلاء الفاسدون؟ الجواب نعم تستطيع، شرط العمل بالآتي: إطلاق يد السلطة، أي سلطة القضاء العادل والنزيه يقصد هنا، ويتابع: إبعاد التأثيرات السياسية عليه لاحتكام إلى رأي الشعب ومساندته، وتطويق الفاسدين وفضحهم أمام الرأي العام. إلى مقال جديد، وهو حول الاستعداد للذكرى الأولى لثورة تشرين، كتب عادل النواب في صحيفة العربي الجديد تقريرا جاء في مضمونه: يرى مراقبون أن هذا الحراك جاء
نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون، ونجح في رفع وتغليب الهوية الوطنية على دونها من هويات فرعية طائفية ومناطقية. يأتي هذا بينما تواصل كافة التنسيقيات في المدن العراقية المنتفضة لإعداد بيان موحد في الذكرى القادمة من ثورة تشرين. المزيد في سياق هذه المادة. يحشد الناشطون العراقيون في العاصمة بغداد وفي مدن جنوب ووسط البلاد للتظاهر في الذكرى السنوية الأولى لانتفاضتهم التي خرجت في الأول من أكتوبر تشرين الأول الماضي، وللتأكيد على ثوابت عدة رفعها الحراك منذ عام وتصميمه على العودة إلى ساحات التظاهر بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا. ويتمسك المتظاهرون بشعاراتهم ومطالبهم، وأبرزها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بقانون انتخابي جديد وبإشراف أممي ومكافحة الفساد وفتح ملفاته التي تسببت في إفقار العراقيين وتوفير الخدمات. ومن مطالب الحراك العراقي الإضافية إنهاء النفوذ الخارجي الإيراني والأمريكي في البلاد، ومعه سيطرة الأحزاب والميليشيات المسلحة على مقدرات الشعب ومؤسسات الدولة، وإرساء ركائز الدولة المدنية للدينية. ومع مرور العام الأول على التظاهرات الشعبية العراقية والتي اقتصرت خلال الأشهر الماضية على اعتصامات داخل ساحات وميادين التظاهر في بغداد وجنوب ووسط البلاد بفعل تفشي الوباء، باستثناء تظاهرات متقطعة خرجت رداً على اغتيال ناشطين والمحاولات السياسية للالتفاف على قانون الانتخابات، تكون التظاهرات في العراق قد شكلت أطول فعالية شعبية عفوية تشهدها بلاد الرافدين منذ عقود طويلة. وتسبب القمع الحكومي ودخول الميليشيات الموالية لإيران على خط مواجهة المتظاهرين تسبب بمقتل أكثر من 700 متظاهر، بينهم من هم دون سن 18، وجرح ما لا يقل عن 27,000 آخرين. وتصدرت بغداد وذي قار وكربلاء والنجف والبصرة القائمة من حيث عدد ما بات يعرف بشهداء ثورة تشرين، الذين لا تزال صور قسم كبير منهم معلقة في الشوارع والميادين المنتفضة حتى هذه الساعة. الآن نذهب إياكم إلى مقال آخر منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مطلعه: أيام العراق كما هي، الاحتجاجات مستمرة للمطالبة بالحقوق، اختطاف الناشطين واكتظاظ المعتقلات بالأسرى، أيام العراق عادية للمواطن العادي. على مواقع التواصل الاجتماعي تبادل الاتهامات ما بين المثقفين مستمرة، أكثرها انتشارا هي الموجعة الغاضبة المشحونة بالشتائم المنصبة على المقارنة بين ممارسات النظام العراقي السابق والحالي حول حقوق الإنسان. ولكن هل بإمكاننا المقارنة بعيدا عن الألم الشخصي واستنادا إلى ذاكرتنا التي أعانت الكثير عبر العقود الكارثية المحملة بالحروب والحصار والاحتلال؟ مقال للكاتبة هيفاء زنجنة منشور بصحيفة القدس العربي، نتابع جزءا منه. يقول هانس فون سبونيك ممثل الأمم المتحدة في العراق المستقيل بسبب الحصار الجائر: لم تبقى أي مادة في ميثاق حقوق الإنسان لم تنتهك في العراق منذ غزوه. ولنراجع تقرير منظمة العفو لعام 2019، استخدمت قوات الأمن وفصائل من قوات الحشد الشعبي القوة المفرطة ضد المحتجين المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءا من أكتوبر تشرين الأول، فقتلت أكثر من 500 منهم وأصابت آلافا آخرين، وتوفي الكثير نتيجة إصابتهم بالذخيرة الحية أو بعبوات من الغاز المسيل للدموع لم تشاهد من قبل. وتعرض النشطاء وكذلك المحامون الذين يمثلون المحتجين والمسعفون الذين يتولون علاج الجرحى والصحفيون الذين يغطون الاحتجاجات للقبض والاختفاء القسري،
وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن. وظل آلاف الرجال والصبية مفقودين بعد اختفائهم قسرياً على أيدي قوات الأمن العراقية، بما في ذلك وحدات الحشد الشعبي، كل هذا بدون إلقاء القبض على مرتكبي الانتهاكات والجرائم، بل وغالباً ما تتم مكافأة المسؤولين على الرغم من توفر الأدلة والشهود. كانت أصبحت المظلومية ذريعة للتعاون مع الاحتلال أولاً ولتكريس نظام المحاصصة والتمييز الطائفي والعرقي ثانياً. تتابع حفاء زنجنا. يعود سؤال من هو الأسوأ أو الأحسن من الحكام ليتكرر وينتشر بتنويعات تبريرية مبتذلة تختزل حياة الإنسان إلى رقم في قوائم تضم الآلاف، تنسين بديهية أن الحماية التي يجب أن تكون مخصصة من أجل الفرد هي مسؤولية الحكومة، خاصة إذا كانت تدعي الديمقراطية الانتخابية وتزين وجودها بحقوق الإنسان، وإلا من يتحمل مثلا مسؤولية عوائل آلاف القتلى والمغيبين تحت لافتة مكافحة الإرهاب، وملايين المهجرين في عدة مدن من جراء قصف قوات التحالف الدولي الستيني والميليشيات الطائفية. الآن إلى مقال منشور في صحيفة عربي 21، وجاء في مطلعه في تقرير خاص للموقع، كتبت مصادر أو ذكرت مصادر أن الكاظمي بصدد تشكيل حزب سياسي لخوض الانتخابات المبكرة المقبلة. وبيّنت المصادر أن الكاظمي عندما كان معارضا خارج العراق كان جزءا من حزب المؤتمر الوطني برئاسة السياسي العراقي الراحل أحمد الشلبي، وبالتالي فالكثير من رموزه هم مقربون وفاعلون. المزيد في هذه المادة. علمت عربي 21 من مصادر سياسية خاصة أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بدأ خطواته الأولى في تأسيس حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة والمقرر إجراؤها في حزيران يونيو 2021. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن الحزب السياسي الذي يعمل الكاظمي حالياً على تأسيسه سيكون برئاسة أحد المقربين منه، وأن الأوفر حظاً حتى الآن هو مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي رائد جوحي، أحد قضاة محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين. وأوضحت المصادر أن المعلومات تشير إلى أن هناك عدة أسماء مطروحة لحزب الكاظمي، من بينها التجمع الوطني، وبدأ تحركاته الحثيثة في عدد من المحافظات وأولها في محافظة كركوك. المصادر أكدت لعربي 21 أن الكاظمي يعمل على تفكيك الدولة العميقة التي أسسها رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي في سنوات حكمه الثمان، وذلك ضمن سلسلة تغييرات للمناصب العليا في البلد بالتعاون مع حلفائه في تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. المصادر التي أكدت لعربي 21 أضافت أن القوى السياسية الشيعية لا سيما القريبة من إيران أبدت تخوفها من مساعي الكاظمي لإنشاء حزب سياسي، وكذلك اعتقال المتهمين بالفساد والتغييرات التي يجريها في مفاصل الدولة بحسب ما تقول الصحيفة، وأنهم يتهمون الولايات المتحدة الأمريكية بدعم مثل هذه الخطوات وحثه عليها لتمكين المشروع الأمريكي. الآن إلى مقال منشور في صحيفة المدى عن القانون على الطريقة العشائرية، كتب علي حسين، نتابع جزءا من مقاله. اسمحوا لي أن أحيلكم إلى فيديو غريب ومثير للضحك في نفس الوقت نشرته إحدى العشائر تهدد فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتطالبه بتقديم اعتذار إلى رئيس العشيرة. وبعكس ذلك حسبما جاء أخبرنا شخص يقرأ البيان فإن العشيرة ستتخذ خطوات تصعيدية. وقبل أن نسأل ما هي هذه الخطوات، يخبرنا صاحب البيان بأنها خطوات أقرها الدستور.
إذن العشيرة تطالب رئيس الوزراء بأن يسحب قوات مكافحة الإرهاب وأن تعود إلى مكانها، والسبب أنها لم تستأذن رئيس العشيرة وهي تقوم بالبحث عن شاب مخطوف. تتستر العشيرة على الخاطف، فلا يجوز في عرف العشيرة صاحبة البيان الثوري أن تدخل القوات الأمنية دون إذن مسبق من شيخ العشيرة، ولهذا لابد للحكومة من الرجوع عن قرارها الجائر بتحرير الشاب المخطوف وإعادة الهيبة إلى العشيرة. أما ما هي هذه الهيبة؟ فهي في نظرهم أن يستمر مسلسل الخطف وأن تأخذ القوات الأمنية موقف المتفرج ويتولى رئيس العشيرة إدارة الملف. المهم أن تبقى أمور العباد والبلاد بيد العشيرة. يتابع علي حسين في مقاله قائلاً: لابد من أن المواطن لا يجد غرابة في بيان هذه العشيرة من الناصرية، وهي تجد نفسها فوق الدولة والقانون. لا أدري ماذا سيقول العالم المتحضر وهو يسمع ويشاهد دولة لا يقبل رئيس عشيرة فيها أن تدخل القوات الأمنية المنطقة التي يسكنها، ولا أدري هل من أساسيات بناء الدولة التي يتشدق بها النواب الطائفيون والقبليون أن نقف في وجه مؤسسة أمنية تريد القصاص من المجرمين بحسب ما يقول الكاتب. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الأيام، وجاء في مطلعه: منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في 17 من أيلول لعام 1978، توالت الاتفاقيات حتى شملت 4 دول عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحدثت كلها في شهر أيلول. فقد تم توقيع الاتفاقيات بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية في 15 من أيلول الحالي. يتساءل الكاتب رجب أبو سرية في مقال له بصحيفة الأيام عن السر من اختيار شهر أيلول شهراً لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات. صحيح أن إسرائيل حققت إنجازاً سياسياً بتوقيع الاتفاق مع الإمارات والبحرين، ولكن أولاً لم تكن الدولتان العربيتان في حالة حرب فعلية أو حقيقية مع إسرائيل، كما لم تشاركا ولا في أي يوم بالحروب السابقة بين العرب وإسرائيل، فضلاً عن كونهما دولتين ليستا مركزيتين في التأثير لا على العالم العربي ولا العالم الإسلامي. غني عن القول هنا إن احتلال دول ما لدول أخرى أو لأراضي دول أخرى لا يعني أن الدول المحتلة ليست لها علاقات دولية مع دول العالم، ففرنسا وبريطانيا ومن ثم الولايات المتحدة كانت على علاقات مع معظم إن لم يكن كل دول العالم، لكن ذلك لم يمنع لا حروب الاستقلال ولا أن تعلن الدول التي تربطها بها علاقات دبلوماسية أو طبيعية أن تعلن أنها ضد الاحتلال ولا أن تمنع المقاومة المشروعة. وهذا يعني أنه كما حدث مع مصر والأردن، بالطبع خسر الفلسطينيون سياسياً جراء الاتفاق مع الإمارات والبحرين قبل إنهاء احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية والعربية، لأنهم كانوا يفضلون عبر المبادرة العربية أن يكون التطبيع مع الدول العربية أداة ضغط على إسرائيل لإسناد الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل إنهاء الاحتلال. لكن ذلك لا يعني نهاية المطاف، فحرب إسرائيل أولاً مع فلسطين وثانياً مع الشعوب العربية. في مقاله المنشور بصحيفة الأيام يتابع رجب أبو سرية: أخطر ما في الأمر أن يدفع تراجع العامل العربي في معادلة الصراع مع إسرائيل لتعزيز العامل الإسلامي والعامل الإقليمي وربما الدولي، إذا فإن اتفاقيتي 15 من الحالي قد فتحتا الباب أمام المواجهة المباشرة مع إيران أو بين إيران وإسرائيل، وليس في سوريا والعراق فحسب، بل ستشهد الأيام القادمة توتراً ملحوظاً في مياه الخليج قد ينزلق مستقبلاً إلى حرب ضروس. هل تريدون رؤية عطارد والمريخ والمشتري بالعين المجردة؟ إليكم طريقة المشاهدة بحسب موقع الجزيرة نت.
يظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية، وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة. إذا أحببت أن تتعرف على الكواكب عيانا، فما عليك إلا أن تخرج بعيد غروب الشمس بقليل وانظر في السماء نحو الجنوب، وسترى جرمين أبيضين لامعين قريبين من بعضهما، أحدهما ألمع من أخيه، هذا هو كوكب المشتري، أما الثاني فهو كوكب زحل. المشتري وزحل في سماء الخريف يجاورهما القمر يوم 25 من سبتمبر أيلول، ويوم 22 من أكتوبر تشرين الأول، ويوم 19 من نوفمبر كانون الثاني. وفي يوم 25 من الشهر الجاري سيقف القمر التربيع، أي نصف البدر، سيقف بين الكوكبين مشكلا معهما مثلثا صغيرا لا يزيد أطول أضلاعه على مقدار كف اليد عند مدها في السماء، ليكون منظرا خلابا وفرصة لهواة التصوير الفلكي، وفرصة للناس كذلك حتى يتعرفوا على هذين الكوكبين. أما فجرا فيسطع كوكب الزهرة ناحية الشرق، ليس كمثله شيء بين أجرام السماء، بلون أبيض زاهر. نتابع الآن وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم اليومي صدى الأقلام. دمتم وإلى اللقاء.